اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جميل من ايام الله، يوم الجمعه، واحنا بنتكلم عن حوار احياء القلوب. فعلا الحقيقه لو لاحظت ترتيبنا احنا ماشيين بترتيب قوي. لما جت الحجاره بتاعت قلوب بني اسرائيل حصلت بعد القصه العظيمه، قصه البقره، وابتدى الجزء الثاني يحط كده دستور بعد سيدنا ابراهيم ويقول لنا ازاي نستفيد من شخصيه سيدنا ابراهيم. وكان اول الدستور ده توجه الوجه، العين والأنف والأذن واللسان، كل حاجة متوجهة تستنبط نور وإشراقات البيت الحرام ونور وإشراقات إبراهيم. الحقيقة كان سؤال صديقي وسؤال جه على بالي برضو، لأن كل سؤال من أسئلة صديقي دي فعلا بتيجي على بالي ساعات. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الشر، خلق الابتلاءات وخلق التغيير؟ يعني شوف، هما الثلاث اسئله هما مصبهم واحد. انا عارف ان اسئله معقده شويه، لكن كلنا بنسال السؤال ده. فالناس العلماء بقى بداوا يقولوا ايه؟ بداوا يقولوا والله اصله لمعرفه النفس، حقيقة النفس. انت بتعرف حقيقة النفس وحقيقتها وثباتها لما سواء الاخرين، نفس الاخرين او نفسك، لما بتتعرض للتغيير ده، لما تتعرض لتغيير مفاجئ. طب وده كل حاجة، يعني هو ده معرفة النفس؟ فكان حتى رد السؤال ايه؟ طب ما ربنا يعلم. ايوه ربنا يعلم، لكن انت ما تعرفش. فانت بتعرف حقيقة نفسك لما تبتدي بقى ايه؟ تختبر اختبار جيد. عارفين فكرة الذهب لما يحرق الحته اللي فيها النحاس دي، فيحرق حرق جيد 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 جدا، فيطلع منه الذهب. والمثل ده ضرب في سوره الرعد. حاجات كتيره جدا بتحتاج عشان تطلع احلى حاجه ما فيها، بتعرضها لضغط، بتعرضها للستريس، بتعرضها لحراره، بتعرضها يعني لتغيير مفاجئ، سواء تغيير في درجه الحراره، سواء تغيير في الاتموسفير، حاجات كتير. الحقيقه جه على بالي بقى عشان ندرس الموضوع ده دراسه وافيه، انا عارف احنا بنتكلم في 3 4 دقائق، لكن جه على بالي واحنا داخلين على معرض الكتاب. اسالكم ان اللي منكم رايح يجيب الكتاب عوده ستيف جوبز وقطاد الروح. جه على بالي مساله الفيروسات، يعني مساله الفيروس لما بيصيب الانسان. يعني لما قال الدكتور مصطفى محمود، لان انا بسمع مصطفى محمود كل شويه كده، لما قال مثلا الفاكهه بيصيبها العطن، المناخير بيصيبها الزكام، المخ بيصيبه المننجايتس، يعني بتلاقي دايما في حاجه بتنهي الحدث، الحاجه الحلوه بتخلص. فدرست انا في او كتبت دراسه بتاعت عود ستيف جوبز للجهاز، شخصيه اسمها خيال، في قضيه الفيروس الكورونا. فلو درسنا مثلا فيروس الكورونا او الاتش اي في او غيره، وشفنا هو ليه ممكن يصيب البشريه، ازاي نعرف طبيعه البشريه من ده؟ خلي بالكم في عند الانسان شويه حاجات اتخلق عليها هو ما يعرفهاش غير لما يبتلى. يعني مثلا داء العظمه والكبر، عرفنا ان موجود في ابليس لما خلق ادم، فلازم يحصل تغيير طارئ. فلما بيحصل طارئ انت بتعرف طبيعه حالك. طب وانا جوايا العظمه، جوايا داء العظمه، ممكن استمر في العظمه ولا ممكن انكسر واقول استغفر الله العظيم؟ فانت ممكن تختار بقى ساعتها، يجي لك الاختيار، يجي لك فيروس ال اتش اي في او الكورونا او غيره، فالعظمه تتهد ولا تقول لسه متكبر متجبر ينتهي بك الحال؟ بس خد بالك، سواء ان انت تهديت بقى وتبت، او سواء لسه زي ما انت عظيم، اول ما الناس تشوفك وانت منكسر تعرف ان مفيش عظمه غير لله. الناس لما تشوفك وانت منكسر ومهدود كده، فالناس تعرف ايه؟ ده شوف فيروس بسيط قضى عليه، زي قصه النمرود، عشان كده تلاقي في علاقات بابراهيم عليه السلام. طيب الفيروس لو انسان صاب انسان متدين مؤمن، اولا سينكشف حقيقه ايمانه، هو متدين ولا مش متدين، صابر ولا مش صابر، خلاص، ويرى انه لا يتكل على العمل ولكن يتكل على رحمه الله، ويرى ان التغيير والانتهاء هي سنه كونيه ليس لها علاقه بالمتدين مش متدين، دي حاجه موجوده على البشر كلهم. لكن كمان تعلم المتدين احساس ايه؟ هل هو متدين حقيقي؟ يختبر بقى، هل هو متدين حقيقي ولا لا، ولا ظاهره؟ طب ولو متدين حقيقي يرى ايه؟ ان لا يعتمد على العمل، ويتحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه احدكم ايه؟
بيعمل ايه. بشوف لو اصابت متدين يبقى لو اصابت متكبر. طيب لو اصابت انسان لا يعلم عن الله شيء تخلق هذه الاصابه وهذا التغيير يخلق قوه يعني زي ما تقول كده ايه لكل فعل رد فعل. يخلق رد فعل، الرد فعل يخلق علم. ايه رد فعل الاتش اي في او الكوفيد؟ انتي فايروس. والعلم ينشط وتبتدي الناس تدرك معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتبتدي الناس تحب العلم، والناس تعرف اسم الله العليم وتتعرف على اسم الله العليم، وان اي قوة ليها قوة مناقضة. طب لو العلم فشل تعرف انه ايه، لسه في علم هيجي يولد من جديد، وتعرف قوة الفيروس وتدرس الفيروس. فبين حب العلم واللجوء للعلم، وبين ايه المداومة على المدارسة، وبين المداومة على الايه على المدارسة، وما بين دراسة المخلوق هذا. الناس تبتدي بقى تدرس المخلوق الصغير ده وتعرف نعمة أو قيمة الآلة، وتقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فمسألة التغيير اللي بيطرق على تغيير، مثلا هو جه السؤال لي ايه علاقته بالقبله، مره واحده القبله اتغيرت كانت كده كانت بقت كده، لا التغيير بيختبر فيه النفس. وعشان كده لما جه بص لك قال لك تبص لسيدنا ابراهيم وتستقي الانوار، بص النور اللي نزل علينا من الاضاءه ده، تستقي الانوار من ابراهيم، انوار المعرفه، انوار انه هو فجاه اذبح ابنك. طب ما انت اديتني ابني اسيبه ليه؟ ما احنا عايزين نعرف انت عارف ان هو اللي اداهولك ولا لا، عايزين نعرف انت صابر ولا لا، عارفين نعرف انت حامد وشاكر ولا لا. انتوا فاهمين التغيير؟ التغيير كتب على الارض. طب ولو انا صبرت زي ما عمل سيدنا ابراهيم، يجي الخروف ويجي الاكل وتيجي نعمه اطعام المساكين، فتستنبط منها فكره ان اطعام المساكين يحافظ على عيالك. انت متخيل ان كل ما تطعم المساكين يحافظ على عيالك يحافظ على اسرتك؟ بس خدوا بالكم وانت بتستقي انوار ابراهيم، لا تنسى أن تنظر إلى عين محمد صلى الله عليه وسلم الذي صبر على فقدان زينب بناته صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم ورقية وعبد الله، صبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في العبد الصابر الشاكر، وفي العبد الصابر الشاكر الذي إن صبر أعطي على صبره، زي سيدنا إبراهيم يعطى كده، فيبقى عارف أنه لينجي من الفقد ومن الإحساس بالألم الفقد العطاء. فكان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذبح ويقول لي هذه عن فاطمة، دي عن بنتي عشان ربنا يحميها، ودي عن فقراء المسلمين. طيب وفجأة سيدنا إبراهيم كان بيعلمهم الدرس بتاع اللي هو الأصنام وبل قتله كبيرهم والكلام ده، وفجأة يلقى في النار. طب وإيه اللي يلقى في النار؟ مش فاكرين الذهب؟ فيمحص إبراهيم في النار، وهو بيقول لسيدنا جبريل أما لك فلا، قال له أنت عايز حاجة؟ قال له لا ليك أنت مش حاجة، أما ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. فتمحش شخصية سيدنا إبراهيم ويطلع الكلمة الحلوة، عارف يترك إبراهيم الابتلاءه، يترك إبراهيم ليه يا رب؟ أسيبهم ليه في مكة؟ وأسيبهم ليه وأسيب ابني إسماعيل الرضيع؟ فيطلع زمزم الذي يسقي العرب ويسقي بعض العرب وشعار المسلمين وطعام طعيم وشفاء سقيم. أنت متخيل حاجة كده للأمة إلى يوم الدين لمجرد الصبر. فالصبر على البلاء يفجر عطاءات ماء زمزم، ويفجر كلمات كالكلمات إبراهيم حين صبر على النار، ويفجر خيرات كخيري إيه؟ الذبح العظيم، الذبح العظيم اللي حصل في ديناه بذبح عظيم حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان هو عظيم وجواه ذهب كتير صلى الله عليه وسلم، فصبر على زينب وام كلثوم ورقية وعبد الله، صبر صبر شديد صلى الله عليه وسلم. ووضع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلى الجزوع اللي هو مع جمل على ظهره، فصبر صلى الله عليه وسلم، وضرب في قدمه الشريف فنزفت، واحنا داخلين على شهر رجب او احنا في شهر رجب، فطلعت الإسراء والمعراج، فطلع السماوات، فطلع إلى الجنة، رأى الجنة. عرفت النين؟ عرفت بقى فكرة إن الابتلاء ده بيطلع الكلمات الحلوة، بيطلع الكلمات الطيبة، بيطلع الخير اللي جواك، ويطلع الشر اللي جوا الناس.
يطلع اعتراض داروين ويطلع الشر جوه الاشرار، ويطلع الشر اللي جوه الشيطان، فبيعمل لك مقارنه بينك وبين الشيطان طول الوقت. فرضت الابتلاءات وكتبت على البشر لتخرج منهم انهار العطاء وانوار الذهب وتصل بهم الى جنه النعيم في الدنيا قبل الاخره. تخيل لما تصبر وانت مدرك ان بيمحص بيطلع جواك ذهب. انت متخيل لما تقولي انا لو بس صبرت في الحاله دي هيطلع جوايا الذهب، او اصبر ويبتلى بالابتلاء فتنتهي فتموت وانت كده كده والحياه كلها الى النهايه. لكن الصبر يطلع الشخصيه اللي جواك العظيمه، الشخصيه القويه، الجولد اللي جواك لسه ما طلعش. احفظها، ان الله يخلق عند السبب، وان الله يدهش عند الابتلاء حينما تستقبل ذلك بصبر، فيفتح جواك بحور وانهار من العلم. ونقدر نقول ايه يا شباب؟ نقدر نقول حاجه مهمه جدا جدا جدا، قانون من قوانين الدستور. الله سبحانه وتعالى زي ما بيخلق عند السبب بيخلق عند الصبر، بيخلق بالابتلاء عند الصبر، زي ما بيطلع الذهب كده من النحاس. فلما يبقى فيه ابتلاء وتصبر يخلق جواك حاجتين، فهم عن الله، ويخلق جواك ذهب، قلب صافي ذهب. يخلق جواك معجزات زي سيدنا إبراهيم بعد النار، بعد سيدنا إبراهيم بعد زمزم، زي سيدنا إبراهيم مع الولد. يخلق عطاءات، يديك أكل ويديك شرب طعام طعيم، أنا عايزين أكتر من الدنيا أكتر من كده، ويديك شخصية زي شخصية إبراهيم. بكرة نشوفكم إن شاء الله.